هذه حقيقة إقرار الحكومة حظر التنقل الليلي. كشفت مصادر مطلعة أن الأخبار الرائجة مؤخرا والمتحدثة عن استعداد الحكومة لتجديد الإجراءات الاحترازية الاستثنائية وإقرار حظر للتنقل الليلي وتدابير أخرى للإغلاق لا تعد كونها أخبارا زائفة ولا أساس لها من الصحة. هذا وأثر إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحول الجديد لفيروس كورونا أوميكرون مخاوف المغاربة من توجه السلطات نحو تجديد التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وانتشرت أخبار في الفترة الأخيرة عن قرارات مشددة قد يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة من قبيل حظر التنقل الليلي من الساعة 9 ليلا إلى 5 صباحا، خاصة مع اقتراب ليلة احتفال بليلة السنة، قبل أن ينفي مصدرنا المطلع صحة هذه الأخبار.